وسط طبيعة صحراوية قاسية وظروف مناخية صعبة وضمن إقليم يمتد على طول حدودنا الجنوبية الغربية، تواصل وحدات الناحية العسكرية الثالثة على غرار باقي النواحي العسكرية الأخرى أداء مهامها بكل كفاءة ومهنية. أمام هذه الظروف والعوامل، تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على بلوغ وحداتنا لأعلى درجات الجاهزية والحفاظ عليها من خلال استراتيجية متكاملة مبنية على عدة محاور ترتكز أساساً على التحضير القتالي مع توفير جميع أنواع التأمين اللوجستيكي. وفي ظل اتساع حظيرة العتاد للناحية العسكرية الثالثة، جاء الاهتمام بالتأمين التقني بمختلف أنساقه الذي احتل مكانة مميزة وحظي بحيز معتبر باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات المرابطة على طول حدودنا الجنوبية. تسهر الهياكل المختلفة للعتاد على ضمان جاهزية العتاد وفعاليته، حيث تقوم الفصائل التقنية وسرايا التصليح بتوفير التأمين التقني المباشر أو ما يعرف بالمستوى الأول والثاني خلال التمارين التكتيكية التي تنفذها الوحدات الكبرى والوحدات العضوية، كالتمرين التكتيكي الذي تنفذه إحدى الوحدات العضوية أين تتعرض إحدى العربات القتالية إلى عطب تقني، وهو الأمر الذي تطلب التدخل السريع لسرية التصليح للوقوف على نوع العطب وحجم الضرر الذي لحق بها. بعد المعاينة التقنية الميدانية للعربة القتالية، تبين تعذر تصليحها على مستوى الوحدة، مما يتطلب عملية إخلاء وتحويل إلى المستوى الأعلى أو ما يعرف بالمستوى الثالث، وهي المهمة التي أسندت لمؤسسة صيانة وتصليح العتاد للناحية العسكرية الثالثة. مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد للناحية العسكرية الثالثة هي هيكل إسناد مباشر تابع للمديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، تقوم بعمليات التصليح والصيانة من الدرجة الثالثة والإخلاء للعتاد العاطل، إضافة إلى تمويل وحدات الناحية بقطاع الغيار اللازم. مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد بالناحية العسكرية الثالثة هي إحدى هياكل المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، مهمتها التأمين التقني لجميع وحدات وتشكيلات الناحية بغرض الحفاظ على الجاهزية العملياتية للعتاد بمختلف أنواعه، وذلك بتنفيذ عمليات الصيانة، التصليح والتموين. تتوفر المؤسسة على مركز للعمليات التقنية، إضافة إلى العديد من المصالح التي تضم العشرات من الورشات المختلفة مجهزة بتجهيزات حديثة وعصرية يعمل عليها أفراد متخصصون ومؤهلون.
يتكفل مركز العمليات التقنية بمهام التحليل والتخطيط وتنسيق عمليات الإسناد التقني، إضافة إلى تنظيم جميع الأشغال المتعلقة بالتصليح من أجل تخطيط أفضل للعمليات التقنية. عبر ورشاتها المختلفة، تقوم مصلحة ورشات تصليح الأسلحة ومنظومات الأسلحة بإخلاء وتصليح الآليات القتالية والأسلحة ومنظومات الأسلحة طبقاً للمعايير التقنية المحددة للصانعين. ورشة تصليح آليات القتال بمؤسسة الصيانة وتصليح العتاد الناحية العسكرية الثالثة تقوم بالتصليحات حتى الدرجة الثالثة لجميع آليات القتال المجنزرة والمدولبة لفائدة الوحدات والتشكيلات المنتشرة عبر إقليم الناحية. وإدراكاً منها لحساسية العربات القتالية وتأثيرها الكبير على جاهزية وحداتنا القتالية، تولي مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد أهمية قصوى للآليات القتالية، حيث تسعر على التقليل من مدة التصليح وضمان نوعية التصليحات المنجزة، وهو ما لمسناه بورشة تصليح العربات القتالية، أين تستمر عمليات التصليح لأوقات متأخرة من الليل من طرف فرق متخصصة. كما تضمن مصلحة تصليح الأسلحة ذات العيار الكبير والصغير وكذا الأجهزة البصرية والكهروبصرية، فضلاً عن تصليح أجهزة الإلكترونية. وبحكم شساعة إقليم الناحية، توفر المؤسسة فرقاً تقنية متنقلة متخصصة تقوم بضمان إسناد تقني مباشر من خلال التنقل براً وجواً لوحداتنا القتالية، مما يساهم بدرجة كبيرة في تقليص مدة التصليح وبالتالي الحفاظ على الجاهزية القتالية. مصلحة ورشات تصليح السيارات وآليات الأشغال العمومية تتكفل بإخلاء وتشخيص وتصليح السيارات والآليات من خلال القيام بالمراقبة التقنية التلقائية والوقائية، إضافة إلى ضمان نوعية التصليحات المنجزة والمطابقة التقنية العملياتية للعتاد المعاد للخدمة. تقوم ورشات المصلحة بالتصليحات والفحوصات الشاملة لجميع أصناف المحركات ومراقبة وتصليح مضخات الحقن وعلب السرعات وعلب التحويل وكذا علب القيادة. تتمثل مهمة ورشة تصليح مضخات الحقن في تصليح جميع أنواع المضخات لمختلف العربات مراراً بعدة مراحل: الاستلام، المعاينة، التنظيف، التفكيك والتركيب، وبعد نهاية الأعمال نقوم بتجريب المضخة قبل تسليمها. ولتحديد مكان العطل، تستخدم الفرقة التقنية العاملة بالمصلحة وسائل حديثة للفحص التقني والمعاينة، مثل جهاز سكانر والأجهزة المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية، مع العلم أنه يتم تنفيذ جميع التصليحات طبقاً للمعايير التقنية المحددة من طرف الصانعين. زيادة على الفحص العام للعربات الخفيفة والثقيلة، تضمن ورشات المصلحة المختلفة فحصاً دقيقاً لمختلف الأنظمة كأنظمة التغذية، الأنظمة الناقلة للحركة، والأنظمة المخففة للصدمات، ويتعدى ذلك إلى عمل الدهن الكامل للعربات وتصليح ووضع الزجاج الأمامي والمرآة العاكسة. مصلحة ورشات تصليح السيارات وآليات الأشغال العمومية لمؤسسة الصيانة وتصليح العتاد للناحية العسكرية الثالثة مكلفة ب تشخيص إخلاء تصليح العتاد التابع لمجال اختصاصها طبقاً للمعايير المحددة من طرف الصانع، المراقبة التقنية الوقائية لعتاد سيارات وآليات الأشغال العمومية، بالإضافة إلى ضمان نوعية التصليحات المنجزة والمطابقة التقنية العملياتية للعتاد المعد للخدمة.
مصلحة ورشات الأشغال الخاصة تسهر على ضمان جميع الأشغال المتعلقة بالدهن والتصنيع والنجارة والتلحيم والبناء المعدني، كما تقوم بمراقبة قطارات السير الأمامية للعربات المدولبة، إضافة إلى صناعة قطع الغيار. مصلحة التموين والغيار تقوم بتحليل الاحتياجات والتسيير وإسناد مختلف الوحدات بقطع الغيار، إضافة إلى تلبية الطلبات التي تدخل في إطار الصيانة الوقائية. كما تسهر المصلحة على مراقبة المخازن المختلفة والمطابقة القانونية للوثائق المحاسبية المتعلقة بالتموينات. تتوفر المصلحة على مجموعة من المخازن لقطع الغيار والعتاد المتنوع، إضافة إلى العجلات والبطاريات ومخزن خاص بالأسلحة والبصريات. مصلحة التموين والغيار لمؤسسة الصيانة وتصليح العتاد الناحية العسكرية الثالثة تعمل على ضمان جاهزية العتاد المتوفر في الخدمة بتوفير قطع الغيار والمواد الضرورية للصيانة والتصليح بدراسة مختلف احتياجات وحدات الناحية وتوزيعها حسب مستويات الإمداد. ترتب جميع المخزونات حسب الصنف عبر نظام معلوماتي يستعمل تطبيقات موحدة لجميع النواحي العسكرية موصول بالمستوى المركزي. أما مصلحة الصيانة فتتكفل بتخزين وحفظ العتاد في الظروف الملائمة، سواء تعلق الأمر بالعتاد الجديد والمجدد أو المعاد دفعه باحترام المعايير التقنية للتخزين. تواجدنا بمؤسسة الصيانة وتصليح العتاد تزامن مع استلامها لعتاد جديد متمثل في عربات صناعة عسكرية جزائرية، قصد تسليمه للوحدات المستفيدة المنتشرة عبر إقليم الناحية. تنظم مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد للناحية العسكرية الثالثة العديد من التربصات التكوينية بغرض تكوين وتأهيل المستخدمين والعسكريين العاملين بالمصالح التقنية بمختلف وحدات الناحية لتمكينهم من أداء أشغال التصليح من الدرجة الأولى والثانية في مختلف التخصصات كالميكانيك والأسلحة والبصريات، ما يساهم في تأهيل الأفراد واكتسابهم للمزيد من المعارف النظرية والتطبيقية. خلال فترة تربصي بمؤسسة صيانة وتصليح العتاد الناحية العسكرية الثالثة تلقيت تكويناً فيما يخص استعمال واستخدام الكاميرات الحرارية، وهذا مما يساعدني في أداء مهامي. تتابع مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد للناحية العسكرية الثالثة جهودها لتعزيز منظومة التأمين التقني المباشر والغير المباشر من خلال عصرانة ورشاتها عن طريق دعم مختلف مواقع العمل بمعدات ووسائل حديثة وتعميم استعمال المعلوماتية الذي يسهل عملية التسيير والمتابعة ويتيح إمكانية الاتصال الدائم بمختلف هياكل المديرية المركزية للعتاد، بما يتماشى وجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية التقنية والحفاظ عليها، وهو ما يضمن الجاهزية الدائمة لوحداتنا القتالية وفي كل الأوقات لمواجهة كل تهديد من شأنه المساس بالسلامة الترابية الوطنية.